إلهي جرى ما سو دجين إلا وحى إلهي أسو دجيي عافماتكيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. إلهي جرى ما سو دجين إلا إلهي وحى أسو دجيي عافماتكيب إلهي كيني أو يالا ضدك قارب دم بانقرنهي جردان جره بلل يراهدو دقاتير تمر كين باران وباران وحليهين كالما يربي الله ضحي لكن واحد دوقه أو دبر قوينه يلا ما هاي وآيقا أقول تو ذا قابل انت اللي اكتبه لكن دوذي ويت تعالى ويت تعالى إلهي وسود وشي وين تعالى مركز انت أو سنة وحلقوها يا بشرية داس هر مركز تقول لك جاري قال يا مسلم عافي ماتك سكة ستوهر مركز تقول لك جاري انت صو عذر با وحال لي هاي دوام له هل كان يكون كتشوغا ديدال كودي يا قونتو دي ميل بالو كتشوجي جرد دولة دينا ويتا الله إلهي بابسو دكي سبحانه ويتا الله كذا كيبان قرن هذا هو تاقف فهم يا أوقف قرن يا قف كاسمر وكبر يا رجو أيا ضد بان إلهي السبب وقد قيل أسبابها علاجك لقول هذه أو شرعه أو شيء إلى الدويين أو فيرسو وحيالنا التجربة يددال وحيال الله بربارية لقول أجاد وواحد بني آدم كيكو أجاد بارتان وحيالنا وحي قال شيء وحأوره يا الدعاء توب ما ضيع بريها إلهي إلا بريه أيكوا إلهي محلي سجى جرد زود شيء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه أضوم ماذا يدو هدي كاوي ديان وأندوه متك إبريا هيا نبريه سواء أقبلي ولذلك النبي أن صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم كأه أو نشاقي وحويان هدي مريد كالو أخيه إلهي الرئيسنا هيا مركبة وحو النبي يقول من عاد مريضا لم يحضر أجله قف كي صاب وغدا قف ترن وغيري دي أي سمكو سو حاضرين تردان أولي من مهايو لو قمت تلقلن أولي انتو قف ترن با صاب وغطي وأي سمكيري دي كسو حاضرين فقام فجال فقام عنده سبع مرات فقال عنده سبع مرات تضوات شرعكتي سينتو فريستي راهده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كلمات قابلوا أسأل الله العظيم إله وين وحن سؤالنا يا رب العرش العظيم عرش وين ربي جيسا وحن سؤالنا يا أن يشفيك إنك عافيه تضبط شربك العلس حديثك لو حوت المام يا جعنت مدت أيات كتف يسا كلام صحيسا دعاء مركك أخنيس وكم صحيسا جعنت مدت كتف كونا مصح حديث آسمي النبي قم حويري إلا عافاه الله من ذلك المرض إلهي واك عافية ترد إيضاء إلهي واك قاض لكن قلبي قاق حاضر مياه مركا إلهي الدعاء كبر يسد أو مريض كترن ود عين يسد قلبي قاق حاضر مياه سواء مغيا إنه قلبي قاق حاضر يهي بالربع وقلبي قاق الدعاء إيك صدوه أسبابها إلهي عافمات كينو قد لغي وينوية إلا وحاكم إذا القرآن قرآن كوضتك لغو أخري منعها إلا عن الغوقة توجر الغوقة ما وحان ميلاها إنت الله فرتي لمبر لغو شرها إيو بقلال دولار لغا قادة يقفك مكرفون وين دقاها الله سارها إيو شياطين با لغا لدقا لما يالليه يهي ganacsiga laga dhigtay maya ha aadi waqtiga ha iskaga lumin dadkii intay tageen bay ayagoo jira labaad qaba ayay ka soo laabteen ba kuwii caafimaadka loo geeyay oo qofka jiran waday ayaga laftigooda soo wada dhacayba oo wada jiradaba waxayba noqoto meel cudurrada lagu faafiyo oo jinka lagu faafiyo oo balaadada lagu faafiyo oo dhibaatooyada dhanbaba ay ka timaado meelahaas noocaas loo furtay ikhlaas يدا عدنمو آد بأغفقهين إلا من رحم ربي آد بأغفقهين ها آدي
القرآن كان قفك كو آخري آتقاند وحنها ويدسن إلهي درتو وآخري أذوقنا هذا تقاند فاتحادا يا سورة الله وسوح القرآن كلا آذنا قوانين اسكو آخري حاسك آغا كو آخري إلمها آغا كو آخري قريقا آغا كو آخري القرآن كان وادو إلهي بان الشيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعافما قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دوويه الى هي حقيقيه الى هي نو شيغاي او ان شك يركو جيري وا كلام الله الهي كلام كسيوي اكتا دا ويناه كلها انت بدن ددكو وا كا ورورييغان marka hore marka isbitaalada soo maraan oo meelo bada soo maraan oo soo daalan ayaa la yiraahdaa wadaadaha loogu yeero quraac loo sameeyo ha ku tufeen marka waxa laga dhigay waxa la isku deeyay waxa ugu dambeeya laga dhigay niyaduna maba ahaba in waxa weeyaa markaas lagu akhriyo laftigeeda qofkii wuxuu u han qaltaagayaa bal igu tufa meel kale isbitaal kale rag baan dirsado meela la igu maqayaa bal iska ka tuf inuu asagu ka bilowdo caafimaadku kuna dhamaado kalaamullaahi uu yahay i'tiqaadkaas ayaa nagu yar markaas aan caafimaadkii aan ku raadeen aan helin haweenay ba saudiiga wiilkeedu wuxuu galay xaadi shil baabuur buu galay isbitaal buu galay kooma ayuu galay dhakhaatiirtu waxay rajo weyn maleen afar bilood koomada ayuu ku jiray hal marna ma soo miyirsan isbitaalku iska yaala hooyadii baa la soo fariisatay musxafka ii keenatay kitaabka quraanka ahay qabsataa way ku bilowdaa way ku dhameysaa way ku bilowdaa way ku dhameysaa way ku bilowdaa way ku dhameysaa iska laag fadhida maanta dambe dhihi kala qaaday waa fiicnaaday dib dambe waayo dambe oo dhan maa zaala xayan yurisaq isagoo caafimaad qaba reerihiisa dhaqanahaya ilaahay waa caafi ilaahay subxaana watacaala waa ku caafi xataa ilaahay wuxuu kuugu sakhirayaa asbaabo kale oo ilaahay kuugu talagalay hadday jiraan qur-aanka wax walba ka horumari isagaa ilaahay asbaabaha kale laftigeeda kuugu sahlay ilaahay subxaana watacaala baa inoo sheegay يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وعكم إذا الحبة السوداء نبي يري صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام حبة السوداء عذر أن دوي أطهي غير إذا مركا لقى الرئيو وحي علماء قاركود كتبه ودقو قرين تصالح ay ka soo guuriyeen dad badan oo ahlul cilmi ah cudurkan saratanka la yaa kansarka ah oo khatarta ah oo aad la yaa dawo male qofka marka lagu arko la leeyaa kaalmaatu baa la iska kaasiinaya dad badan oo cudurkaasi ku dhacay doktor Amin Abdullah kitaabkiisa ayuu ku qoray dad badan oo cudurka ku dhacay baan arkay wiil oo ka raystay waxay isku dareen xabatu sawdada iyo malabka xoogaa kale oo geedana waa ku dardareen ilaahay baa u tala saartay waana iska isticmaaleen cudurradii dhakhaatiirtu ay yiraahdeen wax dawo ama leh ayagoo ka raystay oo badan baan arkay wuxuu yiri shiikha laftigiisu kacbada ragga maamula xaramka su'aalo aan weydiiyey baa waxaa ka mid ahaa ka warrama dad jiran oo laga quustay dawadooda oo yimid xaramka oo ilaahay ku caafiyay ma aragteen tirsi ma laha yiraahdeen dadka intay dhakhaatiirtu yiraahdeen wax dawaa ma lihidiin intay iska soo tageen oo xaramka soo galeen oo xabatu sawdada iska isticmaaleen iyo malabka zamzam kana cabeen ilaahay baryeen ilaahay ku caafiyey oo aan aragna tirsi ma labiyaan markii dhakhaatiirtii laga soo quustay baa masjidka ilaahay la iska yimid ilaahay baa la tuugay subxaana watacaala waxaa ka mid a biyaha zamzamka wixii loo cabaana lagu helaa وحنا أها عبد الله بن عباس وحنا كدو عي سنشري اللهم إني أسألك مركو عبها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء إله علم واسع علم نافع إيا رزق واسع إيا عافي ما عذر نن أنك قرر يستو أيانك ويجست ساس إله يقبري جل سبحانه وتعالى إنت مركا هشد وإله يكوافتشيو وحا مهم إن قلبك إله يكو حرناه
oo marna uusan ku xirnaanin dadkan aqoontooda gaaban iyo waxaan la isku dardaray oo bani aadamku ay tajrubada ku gaareen oo ay leeyihiin waa dawada noocaas iyo noocaas weeye waxaasi waxa weeyaan in aadan ku xirin qalbigaaga ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirtay asalna waxa ah qofka mu'minka ah inuu yahay qof arrimihiisa ilaahay u bandhiga ilaahay u bandhigta subxaanahu wa tacaala intaadan makhluuq u bandhigan ilaahay u bandhigo waa inaad lahaataa umuurahaaga ilaahay inaad u bandhigatid aana awleylka soo kac ilaahay tuug baryaha ku celceli ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj degdegaa ilaahay kuu furahay haddii intaa ilaahay bariday oo bariday oo qur-aan isku akhrisay cilaajkii iyo caafimaadkii uu kaa soo daaho ha u arkin inaan waxba laga aqbalin ilaahay inuu kuu dibdhigahayo oo xikmad ka leeyahay baa dhici karta maxay tahay nebiyullaahi ayuub ilaahay waa jeclaa nebi ilaahay buuna ahaa jirradii 18 sanuuna yaalay oo jirana ahalkiisii baabi'een awlaaddii laga qaaday maalkii laga qaaday badankiisina u jirada وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أي إله كتوك سبحانه وتعالى إله يبو نوا إله نباتا إتابتي نبا إتابتي أذكنا وحاته أرحم الراحمين إنت النحريسته متكون نحريس بضم بات إله إن نحريس مرقا ساعة في ما دق دق لسي مالكي إيا أهلكي ولا بتشبارنا لو سعلي أول لسي إنت أسأل إله امتحانا سأل قفيرنا ilaahay wuxuu u dibdhigi karaa in lagugu talagalay qiyaamaha darajaad sare oo aadan filahayn in lagugu siiyo inaad lagugu siiyo darajaad sare oo aadan filahayn ilaahay dembigaaga kuugu dhaafo jiradaa ku haysa daraaddeed waa ka nebigeennu yidhi sallallahu calayhi wasallam yawaddu ahlu lcaafiyati yowma alqiyaama dadkii adduunyada caafimaadka haystay waxay jeclaanahayaan qiyaamaha xiina yucطaa ahlu lbalaa'i اthawaab markay arkaan dadkii adduunyada ku jirana oo dhibaatadu ku haysay hawaabka iyo xasanaadka la siinayo weyninkiisa markay arkaan waxay jeclaanayaan low anna juluudahum kaanat fi اdunyaa quridat bilmaqaarid hadday adduunyada markay joogeen inta jiro lagu salido xibnahooda maqas lagu googoyn lahaa oo cadcad loo jarjari lahaa oo ay ku sabraan oo maanta xasanaadka la siinahayo dadkii adduunyada ku sabra iyagana la siin lahaa ayay tamaninayaan oo jeclaanayaan ilaahay daacadiisa qofku inuu ku toosnaado oo sharciga ilaahay ku toosnaado hadday kala noqoto sharciga ilaahay haddaad ku mashquushid oo diinta iyo barashadeeda iyo khayrka ku mashquushid furas badan baa ku dhaafaya hadday kala tahay maya halkaa ma jirto waxay jirtaa ilaahay meesha uu dhigay oo ah daacada ilaahay lagu mashquulo wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan gadaqa hadday waddada fiican ku toosnaan lahaayeen biyo wanaagsan baan waraabin lahayn barakaadkii samaawaadkii arladaa loo furi lahaa walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard hadday dadka magaalooyinka jooga ilaahay rumeeyaan oo ilaahay ka baqaan ilaahay wuxuu u furahayaa waxa weeyaan uu u furi lahaa samaawaadka barakaadkooda iyo arlada waxa barako yaalla baa loo furi lahaa roobkii baa loo soo di'inayaa dhulkana khayraadkiisii baa loo soo saarayaa markaasaa nin walba khayr iyo barwaaqo uu ka dhergaya daacada ilaahay baa lagu raadiya waxaa lagu raadiyaa risqiga oo lagu dalbaa silatul arxaam riximka oo la xariiriyo ayaa lagu raadiyaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man axabba an yubsata lahu fii risqi wayunsa'a lahu fii athari falyasil raxima qofkii doonahaya risqiga in loo waasiciyo waxa weeyaan cimrigiisana loo dheereeyo qofkaasi waxa weeyaan qaraabada ha xariiriyo raximka iyo qaraabada ha xariiriyo masaakiinta ha garab istaago dadka nacfi ha u lahaada weeye qofku hadduu bulshada nacfi u leeyahay oo danta guud iyo khayrka kala qayb qaadanayo ilaahay wixiisana waa u barakaynayaa risqigiisana ilaahay waa ugu waasicinayaa wuuna helayaa meel uunan ka malaysanahay buu ka helaya walidaalika xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna lilaahi cibaadan ilaahay wuxuu leeyahay addoommo
اختصهم بالنعم نعموين بإلهي سيئي أو كخاصي علي لنفع العباد سيئي الضومضة أو أنفعان أي إلهي النعم إي حوله إي هانت إلهي أسي يقرهم فيها ما بدلوها إلهي النمعضة أوسيئي وكل حسوغيا وكو إلالينيا إنت أي بحين هيان فإذا منعوها نزعها منهم فتفت وتحولها إلى غيرهم هذا ديدان نمعضة إلهي أوسيئي إني بحيان إلهي واكسيبيا وحون أوريتشينيا كوكله أوضتك كوافعة وحاذو قال هي ستيدو الى هي او كسيي وا وح الى هي دد بدن او نن سينن ادا الى هي كوغو خاصيه دد كوون با الى هي سي وحا الى هي او سيو حكمت داهي وحا ويان با نبي غير لنفع العباد الضومده انا كو انفعدت وحا خير كاينه كغا شقيس او الضومده كلا كو انفعد الى هي با كو ديباي ديبالو يير مرغاسا نبي غير عليه الصلاه والسلام انت اي نفع غاسي بحين هيان الهي واكيو بهيان وانا كسوا يقرهم فيها ما بذلوها انت اي بحين هيان الهي سبحانه وتعالى وكد حسوا هيا فاذا منعوها مالك الديدان محاكو ايمان هيا نزعها منهم الهي وكسيبي كو كلو بحين هيا الهي وديبي قف وح بحيا او وح بحين او بحين هيا دراد فخر النقد اللي مشي قف وح إلى ليي أو كب خيلي أو كقول استول ليمان كجارين اللي مشي بلو فيرسو قف كوح كب خيلا وحيست وحيسنا كب خيلا واجبات كي أقب خيلا خير كي النفع كي أقب مضى أقب خيلا إلى هي أكتيسة أمانكم عليه دت كأكت هذا أمانكم عليه بلو فيرسو قف كنعف كي دت كأولى إلى هي أكتيسة أمان بكلي ضدك أكتودنا وحو كل ياي أمان يا خير باوطع الله مالن بونا أبحثنا يا حالة دي سؤالكت هاي خير كأولب بحها هيو مرنا بكو قدم هيو آخرة انت لقارن الدوية أبحثنا يا إمسا إلهي كو عافية ضد أنفعي مفقراء أو مساكين إمسا إلهي أمراض وقد ضلقال ضد كرنا إمسا إلهي كو أنفع ولذلك الإمام الشوكاني بدر طالع وحو كسو قورنا هي قصة عجيبة قصداس وحي أهيد نمبا وحو لها بارير وحانا كد حيال عيل عيل كاس بيرتا كد حيال بيرتا سكور ورابيا مساجد بو ماشي كدس مساجد أيو دس ضد بضان أصيدا سمالي مساجد همين كي وحو صوق هذا مساجد كالسو آدا فينوستي ومساجد كو افتيمين لها هي عشدي أي صوقاتا مساجد كو صوت إحدقا هادود داد أي مادان مساجد كا ويلتو كدان عشد نواصية هادود داد وايو عشي يسو اسكتو كدا يسلاة ديسا عشدي ناسقا عنا قريبو اسكتو صلافتا نغن كاسو لها فينوستي عشدي بسلا صوقاتا maalintii dambe ayuu wuxuu damacay eelkii oo guray oo biyo yareeyay in la qodo asaga iyo wiilashiisi eelkii bay qodid ku bilaabeen aabihi baa hoos jira eelkii meel kasta waa iskaga soo dumay gabigiisiba ilmihi waxay isku dayeen inay eelkii qodaan oo aaba ka balraadiyaan oo badbaadiyaan waxa u soo baxday ina waxba laga qaban karin عيلك سينو الدمي وحي أغطى جانو يرادين قبر يسيبا إلى هاي كاد جانا غوضا سيدي بس كاد داي لحسنا كبعدي أي قبر يقود أي غورنا يا عيلك يا أم بالفيرين أي ملكا وجيسا كقود وحي أغطى جان أب أو نول أي ماشي وطني ويابين صبحيين بل ورم بيلادي
wuxuu yiri markii aan ceel ku dumay meel yar oo god abaan galay soo dumay waxaa isku kay gooyay dhagax weyn baa fuulay iriddii meeshaasaa wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiso aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyey anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la maro ku sugan ayaa waxaa ii soo galay faynuustii iyo cunnadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay faynuustii baa ii timaada iftiinkaas baan helaa cunnadii aan qaadi jirayna meesha bay igu timaada cunnadaydaan iska cunaa faynuusteedana waa iftiinsadaa intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jiray qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxahayaa cajaa'ib bay leedahay aad iyo aad noocyaalah oo u kala duwan ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan cajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay hadda waxay uga talagaleen nin dhintay laakiin nuxurkii uu samayn jiray oo khayrkii uu samayn jiray intuu sadaqo qaada maalin walba masaajidka uu geynahayo iyo faynuustii iftiinka uu ku nuurinahayo beytka ilaahay ayaa loogu nuuriyey mugdiga intaa leeg isagoo ku jira ilmihiisiina ay ka quusteen ayaa halkaa loogu iftiimiyey qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waayi mahayo